تداولت صفحة جزائرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر أطفال يتحدثون عن وجبة الغداء بالمدرسة. وببراءة الأطفال أخبر أحد التلاميذ مصور الفيديو أن مسير المطعم أمرهم بتذوق الجبن قبل أكله للتأكد من صلاحيته، لترد عليه تلميذة أخرى بعبارة حبين يقتلنا. لكن أبوه إذا خسر أرموه، إذا مش خسر بغاو يقتلونا. حتى الأطفال باتوا متخوفين من الوجبات التي تعطى لهم. وأمام هذا التسيب في تسيير المطاعم المدرسية التي لم تكلف إدارة المدرسة من التأكد من صلاحية الكاشير والجبن قبل إعطائها للتلاميذ، دقت جمعية أولياء التلاميذ ناقوس الخطر خوفا على فلذات أكبادها، والتي عبرت عن عدم رضاها من نوعية الوجبات من جهة وضعف الرقابة الصحية من جهة أخرى. هناك منظمة وطنية لأولياء التلاميذ بعد ما شفنا هذا الفيديو المروج في صفحات التواصل الاجتماعي عن تلاميذ يتناول قطعة جبن بقطعة خبز والجبن فاسد من ولاية بومرداس بلدية ما من ولاية بومرداس. احنا أولياء وكمنظمة وطنية لأولياء تلاميذ عدة مرات مددنا وقلنا بلي ولادنا راهم في خطر من ناحية المطعم المدرسي، يعني ما كنا نحوسوا على الإشكالية تاع النظافة والإشكالية تاع الطباخين اللي موجودين في المطاعم المدرسية. اليوم خرجنا ولقينا إشكالية أخرى، وهي تناول أبنائنا مأكولات فاسدة أو وجبة باردة في فصل الشتاء أو فصل الخريف في نهاية الفصل. في القانون اللي من حق الأولياء باش يدخلوا المطعم المدرسي ويشوفوا الأولاد تاعهم كيفاش راهم يتناولوا الوجبة وكيفاش الوجبة هذه راح تتحضر لأولادهم. الجمعية طالبت بضرورة العمل السريع والعاجل على تحسين ظروف الإطعام المدرسي كتفعيل القوانين التي تسمح للأولياء بدخول المطاعم ومعاينة وجبات أبنائهم والتقيد بشروط الصحة والنظافة داخل المطاعم المدرسية، وكذا العمل على مراقبة الوجبات المعدة للتلاميذ والاحتفاظ بالطبق الشاهد في كل وجبة للرجوع إليه في حال تسجيل أي أعراض طارئة.